يدك من ريحانة قبل كجوا حان ربعنا نديش شق نصري بصوب حي وهبها أو قرارنا نصري بايمت حسن شق محمود ستوصة مصاري وقعان تلوقلي ستوصة مصاري وراعي حسن شق محمود ستوصة مصاري وراعي أنا كنا وانا تقارن أنا دكان حدود هنكون والله استراتيجية وحدرس كنا وانا تقارن مصر روح دولان كنت ايتوبي روك على الدوري انفر لك دي ايتوبي لقوطة على من وروك يجي لأن يرادو وحانو شيء يا هورت انت عسكرت ايتوبي ماشي جوغان إن أتقرب استكتر عيدا مدى ايتوبيان كي ولا ليه هنا نفط ذي دين هوري يدي قو ذي دين هوري إذن قرب تاقن هبين يا مالن إن كانت دقال لما يأرقق حسادة إشكاسي قلوا إن كانت حيية إن أتقرب استكتر نيكا نادو جو داوا نيكا سو جو دا قبل كجدو وانا من ريحانا وحو مانتا كامرا دا لسو هر فريستي ولي يحي حسن شيخ باو الحصو ودا مصري ولا ريارة ومن ريحانا وطاتك قبل كجدد دقنو وانا اتقرب قشان عيدا مدى اتوبيانك وانا الدفاع ذان عيدا مدى اتوبيانك وانا اتقرب دقالنتان عيدا مدى اتوبيا وماشي جوغا الدون ان مغلي جري نيكا توصو وحو نقضى وربايد اتوبيا اساقا كليا انا فكرة داس مقضى داد بضان ايا عيتما الى بدان بري حسا الشيخ بحمود سدو وقد دقى ماشي اللي يرى هذا مصر وحاوى سي بي بي يورانا صوضى بحين بوستيو نوعانا لسولي قاي ماشي بوستيو دان ماركي سهن ونوعانا لسولي قاي ولا دعاية ديناي سوماليا اللي بهدي لبالي وحي وحياه بضان اللي أخرناي صوبت سي بي بي دعاية دان إيو عباد كان إيو وحياه بهان براه بلشيد قفا فينا يان وضان وحكا لما وحسن الشيخ محمود إيوس ماشي اللي يرادو مصر سيدا إسكولا صعون كران محو فرماجو وهم طلو ما انت دو فرماجا اهان لها ولا صفن لهن مصر لكن نيكي حس الشيخ محمود اهايا وطو مصر بركة لما صفكرنا وركو دو وعدية وحاس النمو وحغدي وشيك الكال نمو بل الهي با يدوكو دارش اغلق وضا فيري سي بي بي يغا وحي لصفتين اتوبيا يغو صوماليا ايا وحي لصفتين اتوبيا نحاو دي دا مركة سومالدا كلاو سو هرتي اني غرب ويديستان دال كلا او عرب اه او مسلمين اه او ماركتي ولالا انا اديغو سوماليا او دال كي خلال كو هيستا او دولكي دغن ايا مانتا ايتوبيا لا سفته نعيب ادهوي او قت كليا مانتا ايتوبيا لا سفن وحا لا سفن بودلان وحا لا سفن جبلان وحا لا سفن كونفور غلبيد سوماليا او سو هري waxa u soo haray saddexda maamul ee hawiye majority ka yihiin saddexdaasna waa galmudug hirshabeelle iyo gobolka banaadir saddexdaas maamul hawiye adag hawiyana isma dhiibin galmudugna isma dhiibin hirshabeellana isma dhiibin meesha la yiraahdo banaadirna isma dhiibin iyaga waxay la safteen soomaalinimada iyo calanka buluugga idinkana adeeradiin waxay ka tahay dhulki soomaaliyeed iyo sharafti soomaaliyeed شيشيه كالكالين النقدين مركه مو واحد ربتي حسن الشيخ محمود انه قعمها سارته او سوق ايتوبيا انه كسو دوش اذن كان اتصور اعلان حمر ودد لو سو مري لها ابتو سيسان ما درتي معناه مصر اركتيده معناها ارغخ مين يورد ما قرشي اد او هيسان ريركا اللي يراد هويه ايا نيغا هلاو يا قرشي ما نيغا هلاو اي ما عن قرشي dad kale ethiopian loo soo wadanay hawiya loo soo watay waxa la rabaa in ethiopian kan lagu caawiyo sidoo muqdisho qabsan lahayd idinka soomaaliya oo soomaali isku sheega ayaa la safti ethiopia ma waxaad rabteen hawiya inuu iska aamus xasan shirwaad tagay waa u fikiri wuxuu yiri cadawgeyga cadawgiisa yaa waay waa masar masar iyo ethiopia isma arki karaan waxay isku haystaan wabiga Nile isku haystaan wabiga Nile ay isku haystaan labadooda isma arki karaan maanta hadii awood la yiraahdana Masar ayaa waxay ka awood badan tahay 10 jeer ay waxay ka awood badan tahay dalka Ethiopia la yiraahdo marka Xasan Sheekh maanta inuu rakki xiliyo waaweyn oromadan iyo Habashigan inuu keensado horta maanta guul weyn ayay u tahay Soomaaliya asagoo hal wiil ka dhimanaynin ayuu Masar soo wata مصر أيو صوت
مصر نواد أوجدين مالين لو تويتر ك مدحوينها مصر وح وبره بالشغل كده وحو يري الصومالية مدح برنامج هذا لما فرق لك وحان الديار أمهي إن الصومالية بط يبر بقى الدفاع عنه إذا ماذا إثيوبيا الدولان كقوة بالكاس إثيوبيا طلابا مسوق على كرتويري السيسي تاسيقول وين النقطة أنا لكن جوشا نحد مدة إلى هوية بس كفر حسي إعداد كلامنا إعداد كو قرار سينهم المتشبرتي وابحنا سينهم بقى قرشيه اي وتين اي ربين انه كل عيان هوي ايا كهلاو انت سو سنه وحن سو قرشينا اي موقت وحي كنت عيسنا اي و الهو توبيا حمر كان ومدى هالله اي اسدحي لكن قرشيه حسن شيخ با كديري مركا عد طلابه سو قاده دونتو او توبيانا ما جرت توبيا هذا افكو وا سو بصدي و اسك دافه ما رغتي دولان كو ودي وانا لو عاد جوغلي مريكان انا لا صفتي وحان لا صفت تركيا وحان لا صفت مصر انت اسنا وا دلال ان كنت شكرنا مانتو وها واه دلالك او اودا سريهوا marka ilma jabartii waad guul dareysateen waxaan la yeerto Soomaali ma batiin beedig daba dhilif iyo shishay kalkal iyo cadaw Soomaaliyeed idinku niga dhasha maanta ku garaneysa markuu gudoomiyaha gido la wacay oo budland iyagana gees loo leeshiyay oo maaragtay comfort galbeed la leeshiyay oo jublaan la leeshiyay dadka kaliya ay Soomaalida saxda ay soo haray maanta oo Soomaaliya iyo calanka buluug u soo haray waa la fahmi karaa ya dad ka qaba maanta ya hawiye in calanka iyagu bas ay difaacaan marka waxaan leeyahay dalkan dad baa masuul ka ah dadka iska lahaayaana masuul ka ah adiga awl buqxootiyad ka ahayd marna shisheeye kalkaal iyo daba dhilifaad ka ahayd marka cid kugu tashanaysa ma jirto mid dalabaad maalinka barito insha Allah waxa way baarlamaanka fariisanaayo dastuurka cusub in la mirsiyo ayaa maaragtay aan rajaynaya dad badan baa ka soo horjeedo ay budlaanka ku tahay ee rabaan in maaragta dastuurka aan la bedelin waxay rabaan 4.5 in lagu jiro laakiin nidaamku waa la bedelayaa hadda nidaam waxa la kalaayaa madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen prime minister waa laga bixinayaa 4.5 meesha waa ka baxaysa qof iyo cod ayaa soo socdo waana ognahay dadka maanta faa'iido ugu jirta 4.5 dad baa minority 400 oo qof dadaa fahmaysan wax badan ay isku haystaan waana faa'iidada 4.5 ee u keentay beelo waaweyn waa jiraan ee hawiyad uu ka koob yahay oo maanta wax badan aanan haysan marka qof iyo cod iyo dhul iyo deegaan haday noqoto iyo tiraha haday noqoto dad baa horta awoodda Soomaaliya dhan qabsan doona dadkaas aan laga baqayaa markii in dastuurka cusub oo maaragtay iyaga favor u noqdo iyaga inay ka faa'iideystaan laga baqayaa marka hawiyo waxaan leeyahay dastuurkan cusub idinku faa'iideeyay ugu jiraa dadkan minority-ga oo 12 milyan shaqto baanbaanta iska dhaafa waa 400,000 oo waliba jareer weyn iyo oromo ay ku jirto Soomaa fahmay dadka qof iyo cod haday gaarto iyo haday deegan gaarto iyo haday tira qofeed ay gaarto dadka kaliya ee wax ku qabsan kara ee ku soo bixi kara idinka waa inaad bari aadan kala harin waa inaad dagaalantaan waa inaad si walba aad maaragtay dastuurka loo marsiin lahaa baarlamaanka aad ugu shaqeysaan xildhibaanada iyo maaragtay senatorada hawiye waa inaad ku dadaashaan waa dhamaatay xilligii maaragtay dalkan dad loo qaban jiray dad loo qabanayo hadda ma jirto dadka diidan inuu dalka hore u socdo waa naga harayaan si toosa dadka hore inuu u socdo rabane waxa way hore uu u soconayna